وعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي يفوت بفواته، يعني يفوت الحج بفوات عرفة، لأن عرفة هو الركن الذي ليس الذي له بداية ونهاية بعكس باقي الأركان. النية يجوز أن تنوي في أي يوم من أيام من أشهر الحج. الطواف، طواف الإفاضة، جاز أن تطوف يوم النحر، ثاني يوم اللي هو أول أيام التشريق، ثاني التشريق، ثالث التشريق، عندك لغاية شهر ذي الحجة. لكن الركن الذي يفوت الحج بفواته عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله. شنق القصواء الزمام، القصواء اسم ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وشنق لها الزمام يعني شده حتى لا تسرع، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. وهذا خلاف ما عليه اليوم الناس في المسابقة والمسارعة والمدافعة. قال: كلما أتى حبلا من الحبال، والحبل هو دون الجبل المكان الرملي المرتفع قليلا، أرخى لها قليلا، أي أرخى لها قليلا حتى تستطيع هذه الناقة أن تصعد هذا الحبل، حتى تصعد حتى أتى المزدلفة. والمزدلفة هو المشعر الحرام، وعادت العرب قديما أنها تسمي الأشياء من باب التفاؤل، فالمزدلفة من الازدلاف هي القرب، فالناس يتفاءلون خلاص، يعني من يوصل مزدلفة إذا قرب من الحرم والكعبة، وعرف من الحل ومزدلفة من الحرم. قال: فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. دل هذا على أن من سنن مزدلفة الجمع والقصر. وجاء في حديث آخر زيادة تفصيل في غير حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة المغرب ثم أناخ كل صحابي رحلة، يعني صار في شيء من يعني الوقت والزمن الفاصل بين الصلاتين، يعني كل إنسان بمجرد ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة صلى مباشرة المغرب، ثم بعد ذلك أعطى زمنا يسيرا حتى ينيخ كل إنسان رحلة ويختار له مكان يجعل فيه ناقته، ثم بعد ذلك صلى صلى الله عليه وسلم العشاء. وفي هذا دلالة على أن الفصل اليسير لا يضر الجمع، لا يضر الجمع الفصل اليسير، إنما الذي يضر الجمع هو الفصل الطويل. ولم يسبح بينهما شيئا، يعني ما صلى سنة للمغرب ولا سنة للعشاء. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، لكن هل أوتر أو ما أوتر؟ جابر لم يثبت ولم ينفي أصلا، يعني ما قال ما أوتر، هو نفى الصلاة التي تكون بعد المغرب والعشاء من السنة، لكنه ما نفى الوتر، ما قال نام ولم يوتر ولم يثبت الوتر، لكن يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بدلالة أن جابر لم ينفي، وبدلالة حديث أسماء رضي الله عنها أنها لما حجت كانت تصلي بعد أن صلت المغرب والعشاء، فتقول لغلامها: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ ثم إذا قال لها لا واصلت صلاة قيام الليل، فلما قال لها غاب القمر دفعت إلى منى لرمي الجمار. فدل هذا على أن يشرع الإنسان أن يوتر في هذه الليلة، لكن قد يقال ليس من السنة إطالة الصلاة، أو يعتقد الإنسان أن هذه من الليالي التي يعني يسن فيها تطويل قيام الليل، لكن لو هب أن الإنسان يعني جاله شيء من الأرق وضاع منه النوم، فالصلاة أولى له من إضاعة وقته بغير الصلاة، خاصة أن جابر يعني رغم على الرغم من لصقه من النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في الحديث إذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته وأهله بالدفع من مزدلفة، ما ذكر هذا إطلاقا، إنما جاء هذا الدفع من حديث أخر، حديث عبد الله
ابن عمر، حديث عائشة. واختلف أهل العلم في متى يجوز للضعف أن يدفع من مزدلفة، فمن قائل أنه يجوز للضعف ومن معهم أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل، ومن قائل أنه يجوز للضعف ومن معهم الدفع من مزدلفة بعد غياب القمر بدلالة حديث أسماء. فالعلماء بين قولين أساسيين. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. وحين تبين له الصبح دل هذا على أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في أول وقتها، وجاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل وقتها إلا صلاة الفجر من مزدلفة. ليس مقصود حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الصلاة قبل وقتها، لكن يعني قبل وقتها المعتاد الذي كان يصلي فيه في المدينة. فدل هذا على أنه من السنة أن يبادر الإنسان للصلاة في أول وقت، يصلي السنة سنة الفجر، لأنه جاء عن حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك سنة الفجر ولا الوتر في سفر ولا حضر. قال: ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. ويبدو أن المشعر الحرام جبل كان في ذاك الزمان جبل يسير، ويقال أن المسجد الحالي الآن الحالي الذي في المشعر الحرام في مزدلفة هو بني على ركام هذا الجبل، يعني هد الجبل وبني المسجد في مكان هذا الجبل. لكن قال صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا ومزدلفة أو جمع كلها موقف. فدل هذا على الإنسان يقف في أي مكان يشاء من مزدلفة. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله وحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. وكما قلنا في عرفة نقول في مزدلفة، يعني من أعظم الأوقات في مزدلفة ما بعد صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنه صلى المغرب والعشاء ونام، لكن الدعاء والذكر والابتهال والتضرع جاء بعد صلاة الفجر. فوقت مزدلفة الأعظم يكون بعد صلاة الفجر، فيعني ينبغي الإنسان أن لا يعني يغتنم هذا الوقت ولا يستعجل، لأن بعض الناس قد يكون همه الدفع مبكرا بعد صلاة الفجر إلى الحرم من أجل أن يدرك يعني يطوف قبل زحمة الناس. لكن أقول يعني ميخالف، عط نفسك دقائق معدودة تدرك هذا الوقت المبارك بالذات الذي بعد الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو ويذكر الله عز وجل حتى يعني قرب طلوع الشمس، فدفع قبل أن تطلع الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم خالف، لما دفع من منى إلى عرفة دفع من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، لكن من مزدلفة إلى الحرم أو إلى منى لرمي الجمار دفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس. خالف أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. وثبير هو الجبل الذي يكون على يمين منى، وانت رايح ترمي الجمرات يكون على يمين منى، جبل كبير. فأهل الجاهلية كانوا ينتظرون طلوع الشمس بعد الجبل حتى نغير يعني يدفعوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خالفهم دفع قبل طلوع الشمس. واردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو عبد الله بن عباس. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، يعني نساء امرأة، فطفغ الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر. وفي هذا دلالة على أن الإنسان إن تيسر له أن ينكر المنكر بيده فهو أكمل، إذا كان له صلاحية وله قدرة ويأمن عواقب هذا الإنكار. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليحركه فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وجاء في رواية أن العباس كان جالس وهذا ولد العباس، فقال: يا رسول الله لويت عنق ابن أخيك. فقال صلى الله عليه وسلم: إني خشيت عليه أو عليها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الفضل ينظر، وشاب صغير يعني، لكن أخذ ينظر،
فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الفضل أن ينظر إلى يعني هذه النساء الذين يمشين. حتى أتى بطن محسر، ومحسر هو ليس من مزدلفة ولا من منى، مثل ما قلنا في 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 وادي عرنة ونمرة، هو ليس من منى وليس من عرفة، هذا كذلك الوادي. فأتى بطن محسر فحرك قليلا، حرك قليلا أي أسرع. وبعضهم قال أن السبب في التحريك والإسراع أن هذا المكان هو الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة لما أراد هدم الكعبة. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المسارعة في أماكن العذاب التي عذب بها قوم قبله صلى الله عليه وسلم. لكن يبدو أن هذا ليس عليه دليل، بدلالة أن لو كان هذا الكلام صحيح لأصبح من السنة كلما مر الإنسان على وادي محسر سواء في الحج ولا في غيره لكان من السنة أن يعني يتعجل في الخطى. فيبدو والله أعلم أن هذا يعني من الأمور التي يعني يجهل حكمتها. وذهب شيخ ابن عثيمين رحمة الله عز وجل عليه أن كان من عادة يعني الجاهلية أنهم يستريحون في هذا المكان ويتذاكرون في هذا المكان ما كانوا عليه في يعني فخر الآباء والأجداد والأهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاوز هذا المكان الذي كان محلا ل يعني الفخر والكلام غير الشرعي. فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. طبعا الشجرة الآن أزيلت، وكانت جمرة العقبة الكبرى الصغرى، وأنت جاي من مزدلفة إلى منى تكون أول واحدة الصغرى التي يكون على يسارها مسجد الخيف، وبعدين الوسطى وبعدين الكبرى. كانت الكبرى في 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 وادي، يعني كان ظهرها على الجبل، والناس يأتون من الوادي. يعني وانت رايح إلى الجمرات الآن، وانت رايح الجمرات تأخذ يسار وبعدين تلف تدخل الوادي، لأن من الصعوبة أن ترمى الجمرة من فوق الجبل، هي على رأس الجبل. وأنا رأيت بعض يعني الصور أو بعض المقاطع يعني المصورة القديمة جدا، رأيت بعض من صعد الجبل وشفت يعني الناس قاعد يرمون الجمرة من هذا المكان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الوادي. طبعا هذا الوادي الحين مو موجود خلاص، الآن سواء الأدوار الأرضية والأول والثاني كلها تساوت، لكن في ذاك الزمان كان وادي. وحدثني أكثر من شخص ممن أدرك الوادي، يعني الوادي إلى عهد قريب كان موجود، يعني أكثر من شخص يقول لي كان يعني مشقة الحج كلها في كفة، ومشقة رمي الجمار من 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 من, من بطن الوادي في كفة أخرى. فتصور يعني مليون أو مليونين يحجون، وذاك الزمان يعني كلهم الناس على السنة يعني يصلون الفجر كلهم في مزدلفة ويدفعون دفعا واحدا إلى الجمرات. يعني تالي بدأت الناس تغير المناسك أو تغير يعني التحركات باعتبار رفع ولا حرج، يعني تعلموا السنة. لكن في ذاك الزمان خلاص يعني بعد الجمرة بعد البيات في مزدلفة، صلاة الفجر في مزدلفة، الدفع إلى منى لرمي الجمار. فتصور مليون أو مليونين يعني ليس لهم إلا مكان لا يزيد على 3 أمتار فقط يدشون منه ويطلعون. فيحدثني أحد الأخوة يعني وكبار السن يعني ممن أدرك يعني ورمى من بطن الوادي، يقول صور يا أبو ناصر ندش في بطن الوادي وإحنا متكاتفين يعني، لأن الوضع صعب جدا، يعني مليون مليونين في مكان ما يزيد على 3 أمتار يعني يضيق كل ما لا يضيق. فيقول صور يطيح صاحبك ويموت، وكل واحد فقد صاحبه معاه ماسك بيده قاعد ينتظر إلى قبيل المغرب، لأن الناس في ذاك الزمان ما ترمي بعد المغرب، حتى انتشرت فتوى جواز الرمي بعد المغرب. فيقول كل واحد شوفه قاعد برا ناطر ميته، ناطر صاحبه اللي يعني خلاص ديسه تحت الأقدام. لكن الحمد لله الآن يعني كل هذا أزيلت الشجرة وأزيل الجبل وسويت الأرض، فأصبح الإنسان بحمد الله لا يجد يعني مشقة في رمي الجمرة. فرماها ب7 حصيات يكبر مع كل حصات، وعند التكبيرة انقطع التلبية. فأول انقطاع التلبية للحاج عند مباشرة أول عمل من أعمال يوم النحر، يعني إن رمى فبمجرد ما يرمي خلاص يكبر وتنقطع التلبية، وإن طاف بمجرد ما يقول الله أكبر عند بداية الطاف تنقطع التلبية. فتنقطع التلبية
عند مباشرة أول عمل من أعمال يوم النحر، سواء رمي أو طواف أو حلق. والسنة التكبير مع كل حصات. قال جابر: مثلي حصى الخذف. والخذف يعني حصى صغير جدا، يعني كبر البندقة أو الحمص. قال: رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده. والغريب في الأمر أنه جاء عن اثنين من الصحابة بالسند الصحيح، جاء عن عبد الله بن عباس وجاء عن أبي سعيد الخدري أنهما قالا جوابا على سؤال، وكل منهم سئل سؤال مفصل، يعني ليسوا كانوا في مجلس واحد. كلاهما قال أن هذه الجمار قربان، ما قبل الله عز وجل من هذه الجمار رفعه إليه. يعني الجمرة التي يقبلها الله عز وجل منك بإخلاص وصدق الله يرفعها، ولا يبقى إلا ما لا يقبله الله عز وجل، لكن الكيفية الله أعلم بها. قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه. النبي صلى الله عليه وسلم عدد النوق التي ساقها معه والبدن من المدينة 63، وتكملة 100 ساقها علي بن أبي طالب من اليمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أشرك عليا معه في هديه، فذبح النبي صلى الله عليه وسلم بيده هو 63 بدنة وناقة، وجعل الباقي لعلي. وهذا يدلك على قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا اليوم يعني بعد سلسلة من أعمال الحج الشاقة، ومع ذلك يباشر صلى الله عليه وسلم بيده 63 ناقة. هذا يعني قد يكون الآن في هذا الزمان من المحال بمكان، حتى في الأوضاع الطبيعية أن تعطي يعني قصاب ولا رجل مهما بلغ من القوة وتقول له هاي 63 ناقة. ويعني والذين باشروا يعني نحر النوق يعرف أن النوق ليست كالغنم ولا البقر تذبح وهي قائمة وتعقل رجلها اليسرى، يعني لها آلية معينة في النحر حتى يتيسر نحرها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح 63 بيده. قال أهل العلم 63 إشارة إلى عمره صلى الله عليه وسلم، كأن صلى الله عليه وسلم قدم سنة، يعني يكون مقابل كل سنة بدنة لله عز وجل. ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. ودل هذا على أنه من السنة، ويحرص الإنسان قدر الاستطاعة أن يأكل من لحم هديه ولو يسيرا، موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وامتثالا لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والبائس والفقير. فدل هذا على أنه من السنة وكمال السنة أن يأكل الإنسان ما تيسر له من لحم أضحيته وهديه. قال: وشرب من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. جاء في رواية في غير مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد يوم النحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق بعدما ذبح هديه صلى الله عليه وسلم، وأعطى الجزار وأعطى الحلاق شعره صلى الله عليه وسلم من أجل أن يوزعه على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم من السنة أشار للحلاق أن يبتدي في حلق رأسه الأيمن، شق الأيمن ثم الأيسر. فأنت إذا كنت عند الحلاق يعني احرص على السنة، قل أبدأ باليمين قبل اليسار، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. واختلف أهل العلم في مسألة، وهي متى يبدأ التحلل، يعني متى يبدأ الإنسان يتحلل. خلاف، بعضهم قال 2 من 3، يعني عنده رمي وعنده حلق وعنده طواف وسعي، فاثنين من ثلاثة، إذا فعل 2 من 3 خلاص حل. وهذا عليه يعني هذا شبه إجماع أنه إذا فعل 2 من 3 يعني يحل التحلل الأول، ويحله كل شيء إلا النساء، ولا تحله المرأة إلا إذا جمع كل هذه المناسك: الرمي والحلق والطواف والسعي. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحاج يحل برمي الجمرة فقط، لو رمى الجمرة فقد حل. وحقيقة هذا القول من القوة بمكان،
أن كثير من الصحابة أفتوا بهذا، أفتى عمر بن الخطاب، وأفتى عبد الله بن عباس، وأفتت عائشة رضي الله عنها، وأفتى عبد الله بن الزبير في زمن خلافته على مكة وإمرته على مكة. فهؤلاء الصحابة كلهم كأنهم أجمعوا على أن الإنسان إذا رمى الجمرة فقد حل له كل شيء إلا النساء. ووقع الخلاف في من أجاز ورجح جواز التحلل بعد رمي الجمرة في مسألة وهي فرعية. طيب لو ما رمى الجمرة هل يقاس على الجمرة آخر؟ يعني إنسان طاف، لو قلنا بجواز التحلل بعد الرمي، طيب طاف هل يتحلل ولا التحلل مرتبط بالجمرة؟ أو إنسان حلق رأسه قبل أن يرمي، هل يتحلل ولا الحلق ولا التحلل مرتبط بالحلق؟ لا شك أن ربطه بالحلق يعني أحوط. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. جاء رجل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، افعل ولا حرج. سعيت قبل أن أطوف، افعل ولا حرج. فلذلك الإنسان يفعل ما هو أيسر له. إن تيسر أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يرمي الجمار ثم ينحر هدية ثم يحلق ثم يطوف، هذا هو الأكمل. لكن مع ذلك افعل ولا حرج رخصة لي، خاصة أن قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج للمستقبل، يعني أخطأ من ظن أن افعل ولا حرج جوابا لإنسان معذور. لأن فرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أو لا شيء عليك، هذه قد يقال أنه معذور، لكن افعل يعني الآن اللي فات ما عليك شيء، وفي المستقبل إن بدأ لك أن تفعل ما مخالفة الترتيب فافعل. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وهذا أفاض إلى البيت، هذا هو الركن الثالث من أركان الحج، وهو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة لا يقدم بعكس سعي الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وقدم سعي الحج، يعني مع طواف القدوم سعى سعي الحج. فالسعي هو الذي يجوز تقديمه، وأما الطواف فلا يجوز تقديمه. طواف لا يكون إلا بعد مزدلفة، بعد منتصف ليلة يوم النحر، قبل ذلك ما يشرع. وأعرف يعني مفتي حملة من الحملات، الحملة كلهم أفتاهم يعني وهم في الطريق إلى أداء المناسك أنهم يجوز لهم أن يقدموا الطواف والسعي. فطاف أول ما جو طواف ظنوه الإفاضة، وسعوا سعي الحج، وكلهم ردوا الآن، وكلهم في أرقابهم هذه الحجة التي لم تكتمل، لأن هذا ليس كعرف أن أقول والله خلاص تتحلل، هذه خلاص في رغبتك، متى ما ذكرت ترجع إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، وإن تيسر تعتمر تطوف وتسعى وتخفف وبعد ذلك تطوف طواف الإفاضة فهو أكمل، ولا لو طفت ما عليك شيء. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سعي الحج، وتقديم السعي جائز للقارن والمفرد، يعني المفرد والقارن جاز لهم أن يقدم سعي الحج، يعني طوف طواف القدوم وبعدين يسعى سعي الحج. فيوم العيد يوم النحر ما عندهم إلا طواف فقط لأنهم قدموا السعي، أما المتمتع عليه طوافين وسعين. وذهب شيخ الإسلام تيمية وهو رواية عن أحمد وهي الرواية المعتبرة أن المتمتع حاله حال القارن والمفرد، ليس عليه إلا سعي واحد، شأنه شأن القارن والمفرد، لكن أكثر العلم على أن المتمتع عليه سعيين اثنين. قال فصلى بمكة الظهر. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، فاختلف أهل العلم كيف نوفق، يعني جابر يقول صلى الظهر في مكة وعبد الله بن عمر يقول صلى الظهر في منى، كيف نوفق؟ إما أن نقول نرجح، نقول أحدهما أصاب والآخر أخطأ أو وهم، أو يقال لا ممكن الترجيح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر فلما عاد إلى منى صلى بهم أيضا صلاة الظهر وهي له سنة صلى الله عليه وسلم. فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم.
لولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع يعني خلاص يأخذ يسقي الناس. وكانت سقاية الحجاج لبني عبد المطلب، وبطون قريش في ذاك الزمان يعني وزعوا أعمال الحج على 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 بطون وأفخاذ قريش، فكان نصيب بني عبد المطلب سقاية الحجاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا يعني أن يغلبكم الناس على السقاية، لأن لو سقى النبي صلى الله عليه وسلم نزل البير وسقى الناس لظن الناس أن من مناسك الحج هو سقاية الحجاج، فيغلبكم الناس خلاص يعني هذه الميزة والخاصية تفقد منكم من بني عبد المطلب. قال فناولوه دلوا فشرب منه. جاء في رواية في غير من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسقني، يقول العباس أسقني يعني من زمزم، فقال العباس يا رسول الله إن هذا الماء قد اختلطت به الأيادي، يعني هذا اللي تشرب منه كل من حط يده فيه. فقال لابني عبد الله بن عباس اذهب إلى أمك فأتني بكأس، يعني جيب لي كأس حتى أسقي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بل أشرب مما يشرب منه الناس، يعني حالهم يشربون من هذا الماء، أنا أشرب من هذا الماء. جاء في رواية أيضا في غير صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد النحر إذا زالت الشمس، وهو الرمي في أيام التشريق، لأن السنة في رمي جمرة يوم النحر أن ترمى ضحا، ويجوز رميها بعد منتصف ليلة النحر على القول بجواز الدفع من مزدلفة بعد منتصف ليلة النحر. وأما أيام التشريق فالراجح والله أعلم أن الجمار لا ترمى إلا بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس فإلى الجمار، ويتحين يعني يقف هكذا منتظرا، فإذا زالت الشمس رمى الجمار، وهذا الذي أثر عن أكثر الصحابة. بل جاء عن عبد الله بن عمر بالسند الصحيح عنه أنه قال من رمى قبل الزوال فليعد، أي الرمي، ومن نفر قبل الزوال فعليه دم. فكان عبد الله بن عمر لا يعني يرى جواز أن يرمي الإنسان قبل الزوال في أيام التشريق. ومما يعني جاز يعني في مسألة الرمي جواز التأجيل وجمع رمي يومين في يوم واحد، والتأجيل خير من التوكيل. يعني هب أن إنسان في يوم العيد يعني أو ثاني يوم اللي هو أول أيام التشريق يعني شق عليه الرمي، كان مريض أو امرأة وشق عليها المسافة الطويلة ما قدرت ترمي، الأولى والأكمل أن يؤجل الرمي إلى الغد فيرمي يومين في يوم واحد، هذا هو الأولى. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع رعاة الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يرموا يوم الجمرة ولا يرموا اليوم الذي يليه، يرموا اليوم الذي بعده. فهذا أولى من التوكيل، يعني كونك تؤجل أولى من التوكيل، وجاز التأجيل يوم أو يومين، يعني جاز أن تجمع الرمي كله في يوم واحد، لكن التأجيل البعدي للقبلي، يعني ما أجي في يوم العيد أرمي حق الأيام التي تلي هذا اليوم، لكن أرمي ما فاتني. يبتدئ عند الصغرى والوسطى والكبرى في أول يوم فاته، وبعدين من الغد صغرى وسطى كبرى. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما قلنا، على كل شيء قدير.